الثمان مبادئ اللي أعلنها الرئيس في خطاب التكليف يجب أن تترجم ترجمة حقيقية، وأن الحكومة الجديدة لازم تتفادى كل الأخطاء وتقدم نفسها للشعب وتنزل للناس وتسمع الناس وتسمع رجال الأعمال وتسمع المستثمرين وتسمع الشكاوي وتسمع آهات المقهورين والتعبانين والعيانين والشجيانين. لازم تحسسوا الناس انك معاهم. لازم بدل ما تدي ساعتين كهرباء وعايز تعملها ثلاثة ارجع لساعة وبعدين ارجع شيلها خالص. ما هي الكهرباء، انت عارف قيمة الكهرباء ايه، شكلها ايه في البيوت وفي الناس. بالراحة على الدعم، في طبقات ما بتعرفش تعيش من غير الدعم. احنا عارفين الدولة بتكلف كتير، لكن واحدة واحدة. ما تصدروش الازمات والمشاكل لرئيس الدولة، ما تقعدوش كده متصورين ان كل حاجة، لا بالراحة بالراحة، عشان الشعب، عشان الناس، عشان الغلابة، عشان الناس اللي بتكح تراب. بالراحة واحدة واحدة. والله بلدنا تتمتع بقيم وميزات، وشعبها عظيم ومؤسساتها عظيمة، وقائدها يتمنى انه يعمل كل حاجة لمصلحة الشعب. ظروف صعبة، لكن احنا قادرين على الخروج من الظروف. الدنيا بره مولعة على فكرة، مش احنا بس، لكن الناس عندها امل في بكرة. ارجوكم بثوا الامل في نفوس الناس، ارجوكم لا تطفئوا الشموع امام الناس. يا حكومة جديدة يا اللي جاية، واحنا سامعين اسامي كويسة ونتمنى بالفعل ان احنا نشوفها، نتمنى بالفعل ان الفترة الجاية تبقى فترة تفاؤل وامل، ويبقى عندنا ممارسة جديدة، اساليب جديدة. والوزراء ينزلوا الشارع يا اخي، اعملوا زي الرئيس، اعملوا زي الرئيس وانزلوا وشوفوا الدنيا. هو بينزل، ما بنشوفش حد بينزل الا فيما ندر بعض الوزراء المحترمين اللي بينزلوا بيتابعوا وروحوا ويجروا هنا في سوهاج وجنا واسوان. احنا عايزين كل واحد ينزل تحت، ما تبقاش المسألة مكاتب حكومية. نفس الامر عايزينه بعض المحافظين، وحركة المحافظين هتتم ان شاء الله بعد الوزارة على طول مباشرة. عايزين الناس تعيد وهي مبسوطة، وعايزين الرقابة تزداد وتشتعل في كل مكان، بحيث تمسك اي حد بيستغل الناس يبقى تحت امرك وتحت سيطرتك. اجهزة الرقابية، جهاز حماية المستهلك، كل الناس دي عايزينها تشتغل شغل كويس. البلد دي ملناش غيرها، والبلد دي بلد عظيمة، والبلد دي هتعدي. خلوا عندينا امل، ما نعرفش نعيش من غير امل. اليأس والاحباط يؤدي الى مشاكل جمة. قارين الواقع وعارفينه، بس عارفين كمان ان في بلد، وبلد بتنهض، وبلد حققت معدلات في النمو والانجاز زي ما قلت لكم 31 ضعف اللي حققته افريقيا في البنية التحتية فقط.